السلام عليكم. مرحبا. قدمنا رسالة. عبد الله الوغشيت، إعلامي فاعل جمعوي. مرحبا. أستاذ عبد الله، كما لاحظنا مؤخرا انتصارات الدبلوماسية المغرب لا تحصي، خصوصا على الساحة الإفريقية. نعم. كيفاش أنتم كإعلاميين كتشوفوا هذه الانتصارات؟ أولا ذكرتم في معرض السؤال ديالكم كلمة انتصارات، أنا دائما أريد أن أدقق في اللغة وفي المصطلح، على اعتبار أن اللغة هي وعاء الفكر. هي لا يتعلق الأمر بانتصارات، هي يتعلق الأمر بحق يعلى ولا يعلى عليه. مسألة حق. المغرب دائما في العقيدة دياله، العقيدة الدبلوماسية إن جاز التعبير، أنه دائما صاحب حق، وصاحب الحق هو ينتصر بالضرورة. هذا هو الإشكال اللي خصنا ننطلقوا منه، أو لتدقيق المصطلح اللي خصنا ننطلقوا منه. فهذه العقيدة الدبلوماسية ديال المغرب انطلقت من معطى أساسي، وهو معطى الشراكة الرابحة، رابح وين. وبالتالي هذه الشراكة الرابحة رابح أعطت ثمارها وأعلت حق المغرب منذ القدم. نحن أصحاب حق، دائما كانت القضايا ديالنا اللي كندافع عليها، سواء وفي مقدمتها قضية وحدة الترابية، دائما هي قضية عادلة. كان معطى جيوسياسي أو جيوستراتيجي، كان في وقت من الأوقات أن عميت البصائر والبصيرة، يعني تعمل يعني مشير العيون عميت، ولكن حتى البصيرة ديال بعض القادة، لأنهم يريدون أن يهضموا حق المغرب في وحدته الترابية، حق المغرب في التعايش. ولهذا أنا كنقول العقيدة الدبلوماسية المغربية هي التي أعطتنا علت حقنا، لا أقول انتصرت، وعطت الثمار ديالها في أفريقيا. فإفريقيا بالنسبة للمغاربة هذه مسألة يعني مفروغ منها، هي إفريقيا بالنسبة للمغرب حلقة ديال فلسطينية. كل مغربي من القمة إلى القاعدة يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى، بدون إطناب، بدون دعاية، بدون يعني تباهي فارغ. مسألة مفروغ منها، كذلك إفريقيا مسألة مفروغ منها. نحن المغرب في إفريقيا، وإفريقيا في المغرب. وكما قال الحسن الثاني، كان يعتبر المغرب مثابة الشجرة التي جذورها تمتد في إفريقيا. وعندما نقول جذور تمتد في إفريقيا، بمعنى أن الحياة ديالها هي في إفريقيا. إذن هذه عقيدة. فلاحظت الآن الصورة البهية ديال يعني صاحب الجلالة محمد السادس بجوار الرئيس الغابوني بونغو، وهما كيعطيو واحد الشحنة ديال الأسمدة ديال الفوسفات. لمن هذيك الشحنة الأسمدة ديال الفوسفات مشات للفلاحين الغابونيين، مشيناش حنا رشينا باش نصوبوا قاعة ديال المؤتمر، ولا نشروا الطوموبيلات لعباد الله، ولا ندخلوهم اللوطيلات نسكروهم، ولا هذا باش يكونوا في الموقف ديالنا. لا، نحن هنا في المغرب، والمغرب الشعوب تخاطب الشعوب، وبالتالي فمحمد السادس هو يمثل شعبه. هذه مسألة تحصيل حاصل. أنا كنت أربع نفسي أن أتكلم في هذا الموضوع، مسألة انتصارات. نحن من ينتصر على من؟ نحن أصحاب حق، والحق يعلى ولا يعلى عليه. صحيح السلام. أنا نكتف بالانتصارات لأن عندنا خصوم داخل الاتحاد الإفريقي، خصوصا في الدورة 36 اللي انعقدت، الاتحاد الإفريقي اللي انعقدت في إثيوبيا، كان هناك صراع، كانت هناك لعب خبيثة من طرف النظام الجزائري والجنوب الإفريقي. شوف زميلي وأخي وعزيزي، أنا فهمت، أنا اختصرت الحق يعلى وعلى. لو أردنا أن نعدد الانتصارات والكرونولوجيا ما غاديش نساليه. إحنا لا ننتصر، إحنا أصحاب وحق، إحنا متواجدين. ألا تظنوا إحنا في الدار البيضاء الآن، وهذه القاعة اللي غير بعيد عنا، أنا احتضنت أول لقاء إفريقي، وفيه الزعماء الأفارقة، وفيه جمال عبد الناصر الله يرحمه، وفيه محمد الخامس الله يرحمه، وفيه سيكو توري، والصورة البهية بقى منطلقة. وش إحنا نعددوا
فهمتي قال لك اترك السفينه مما فيه، حنا ما نبقاوش ندخلوا في هذا المسائل هذا. القافله تسير 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 كما ان الشعب المغربي ردد في قطر سير سير، رحنا دائما نبقاو سير 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 الى الامام، سير الى الاخوه، سير الى المحبه، سير الى افريقيا الشعوب هذا. ونتمنى ان شاء الله ان يتم كما تم تدشين الانبوب ديال الغاز من تخوم افريقيا وغادي عانق اوروبا، نتمنى ان نصوب واحد لوطوروت واحد طريق سيار من طنجه الى جوهانسبورغ، طريق المحبه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.